لا أشرف من اتباع محمد على الإطلاق، في قول ولا فعل ولا نية ولا مقصد ولا لباس ولا حركة ولا سكون. وإذا أردتن بضعة من محمد ظاهر مظهرة الأنثوية والنسوية في الأمة، ففاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء الجنة، بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، هل يقام مقابلها مغنية؟ هل يقام مقابلها ممثلة؟ هل يقام مقابلها راقصة؟ نتركها ونتبع الراقصة ونتبع المغنية ونتبع الممثلة في أزيائنا؟ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فإن كنت من أهل الجنة شعرت بسيادة هذه المرأة، شعرت بسيادتها عليك وأنت من أهل الجنة، فتحنين إلى متابعتها وإلى رؤيتها وإلى مرافقتها غدا، ولن تكون بعيدا عن أبيها في موطن من مواطن القيامة ولا في دار الكرامة. فالتعلق بهؤلاء وأمهات المؤمنين الذين جعلها الله لهن الأمومة على أهل الإيمان، وبمن أثنى عليهن في الكتاب وجعلهن مثل للمؤمنين، مريم وآسية عليهن رضوان الله والأولى، كيف لنا نستبدل بهن؟ كيف لنا ناتي بدلهن كافرات وفاجرات؟ ما الذي حصل للأمة؟ ما الذي نازل أحوال وعقول وقلوب المسلمين والمسلمات؟ ما الذي طرى عليهم؟ استبدلوا بمن بمن؟ وأحلوا من مكان من؟ ما الذي طرى؟ ما هذا الغي؟ ما هذا الطغيان؟ ما هذه السفاهة؟ ما هذه التفاهة؟ ما هذا الرضاب الخديعة؟ ما هذا السقوط؟ فالاقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرار.